السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد أبو عرب، وإحنا النهاردة مع جريد 6 وكابسول 2 في الإنجليش وورد. The elephant picked up the log with its. يا ترى الفيل ده هو ممكن يلتقط قطعة الخشب بإيه؟ أكيد طبعا هيلتقطها بالزلومة بتاعته. The cars around the track. طبعا عايز أقول إن هي سبقت في التراك ده، هقول race. The birds are، هقولها flying. تعالى بينا نكمل يلا. بعد كده بيقول لي number four، I like the of nature. يا ترى ايه اللي الطبيعة ممكن تكون متميزة بيه؟ هتكون متميزة بالجمال بتاعها، beauty. I don't like the exams do I. هنا برضو انا ما عندي negative، يبقى الناحية اللي هناك هتبقى neither، لكن لو عندي اثبات هتبقى الناحية التانية so. في الحالة دي أنا هختار neither. Billy has been doing his homework. 5 o'clock. طبعا احنا قلنا 5 o'clock دي اللي هي مدة متحددة، فأنا هختار لها since. Lisa has learning. احنا قلنا يا شباب المضارع التام المستمر كان بيكون من has or have، بعد كده كلمة been، بعد كده الverb plus ing، فعشان كده أنا هختار له been. How long have you been wait for the bus. برضو نفس الكلام، طول ما في عندك بين الفيرب بعديه بلس ing. I play the piano so do I. طب ليه انت خدت do ما خدتش am؟ ما am بتاخد I. احنا قلنا عشان هنا هو الفيرب ده في الانفينيتيف، فالفيرب ده طول ما هو في الانفينيتيف انا باخد do. لو هو اخره is هاخد does، لو هو اخره did هاخد، لو هو اخره ed هاخد did، فعلى حسب الفيرب ده. طب لو الفيرب هنا في مثلا بدل الفيرب ده في ام، يبقى في الناحيه الثانيه انا هختار ايه؟ ام. ده جنيدة بدلت ذا ليك ان ستون كانو. طبعا هو عبر النهر ده عن طريق ايه؟ عن طريق الزورق اللي هو الكانو ده، كان معمول من الستون من الحجاره، فانا هاخد له فيرب او هاخد له البريبوزيشن للفيرب ده، هاخد اكروس، يبقى بدلت اكروس.